من اجل تنظيم قادر على المساهمه في التنميه المستدامه. ومن ذاك الوقت حاولت انها تحين واحد المذكره المطلبيه اللي هي في الاصل يعني كانت منذ 2016، ولكن يعني من تاسس المكتب المسير الجديد، واللي كما كتعرفوا بان الجمعيه الوحيده اللي كتعقد الجمعات العامه ديالها في الحين ديالها، وكيتعقدوا بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف. صناديق ومعازل، وهذا الشيء راه حضرتوا فيه وغطيتوا ودرتوا له التغطيه الشامله والكامله. حاولنا اننا نصيغوا مذكره مطلبيه اللي ضمنات، وفي اخر ديال هاد الندوه الصحفيه وجدنا هاد المذكره المطلبيه، غنمدكم ان شاء الله بها كامله مجموعين. حاولنا اننا نقسموها الى مجموعه من المستويات. المستوى الاول ديال البنيه التحتيه اللي كيشمل الاناره العموميه، المستوقفات، علامات المرور في الشوارع يعني علامات الشوير، اصلاح الشوارع، المطبات الغير قانونيه، واصلاح البالوعات، اصلاح المحطات الطرقيه، والدعم واللوجستيك والتنظيم والتأطير. ملي كنقولوا البنيه التحتيه نتحدث عن الشوارع. كما كتعرفوا جميع بان الشوارع ديال المدينه حتى كلمات افتراء ما كتصلحش ليها. ومن كنقولوا الافتراء كناخذوا نموذج شارع كيحمل اسم عزيز على المغاربه كاملين، هو شارع الصحراء المغربيه. من كنقولوا الافتراء كنجبدوا شارع مولود عقا او ناهيك على مجموعه ديال الاحياء الاخرى والازقه ك ياسمين ربعه، حي الفلاحه، زيئه العمل. منين كنقولوا البنيه التحتيه المهترئه تساوي مشاكل مباشره مع المواطن. ملي كيجيك المواطن كيقول لك اديني المولود عقا. ملي كتعرفوا مولود عقا يعني عضاف مؤخرا الى المدار الحضاري، يعني لا من ناحيه ديال البعد ولا من ناحيه ديال الطريق. تصور ان سائق مهني ان يعني من سوء الصدف ان تجي فيه مولود عقا او حي حليمه اكثر من 10 ديال المرات في النهار، اكيد ان النفسيه ديالو ستهتز. هنا كنولي داك الشيفور وداك السائق انني كنقدر ظروفه. داك السائق اللي كيهز الكونتاكت مع 6 ديال الصباح وهو هز الهم ديال الغازوال وهز الهم ديال الروسيت الباترون وهز ما يدي لوليداته، كيجري نهار كامل، واحد الوقت كتوصل 8 كيقول فوالا غنمشي ندير المازوت باش يسلم السياره للسائق الثاني. كيقول سي بون انا عندي واحد 600 درهم هنا، كيفرح ولكن كينسى بان راه باقي تبعوا المازوت وباقي تبعوا الريسيت الماء. كيمشي كيدير 4000 ديال المازوت، انتم كتعرفوا حاليا الغازوال يعني راه تقريبا 10 ديال الدرهم، كيدير 400 درهم، كيدير 200 درهم ديال المازوت، كتبقى له 8000، كيولي يعطي 5000 ولا 6000 المولشي، كتبقى له 2600 ولا 3000، مع العلم انه يستغل نهار يوم وكيجلس نهار ثاني. يعني هذا هو السيستيم باش خدامين السائقين هنا في مدينه الخميسات، كلهم خدامين بهذه الوتيره، يعني كيخدموا نهار ولا كيجلسوا نهار، وكل اغلبيه فيهم دايره سيستيم كنديا كيخدموا من الوحده للوحده ولا الجوج للجوج. هنا بغيت غير نشرح لكم القضيه ديال البنيه التحتيه والانعكاس ديالها على نفسيات السائق المهني. منين كنقول دائما اتحدث عن معاناه السائق. هاد المعاناه السائق كيجي للمدينه، كيجي للمدينه كيقول الله ما عندي جاتنيش كورسه، ما جاتنيش واحد الجوله، يعني المولود عقا ولا حي ولا حي حليمه ولا شارع الصحراء المغربيه دوار جديد دوار الشيخ، كيجي للمدينه، كيجي للمدينه يصطدم واقع اخر، يصطدم احتلال الملك العمومي. من كنقولوا الملك العمومي حاولنا اننا نوثقوا هاد الشيء بالصور، بالصور، ومدينا هنا مجموعة ديال الصور عندنا، أنها ماشي يعني ماشي داك الهامش ديال 2 متر اللي الناس نزلات مات تحت التروطوار. يعني هذا السائق من غيدوز كيولي كيدور نصف ساعة أو ثلث ساعة، كيولي يدير نصف ساعة أو ثلث ساعة غير في المدينة. هذا نموذج، هذا شارع لالا الياقوت وشارع بالجديد، وكتعرفوا كاملين شارع بالجديد، وكتعرفوا كاملين شارع لالا الياقوت وما احتلال الملك العمومي فيه. من كنقول احتلال الملك العمومي ما كنهضرش على الباعة الجائلين، والله احسن عوانهم،
حنا كنتسناو مقدرين الظروف ديال البائعين الجائلين اللي عندو كروسا يا راه كينتظروا ان هذه الاسواق النموذجيه تحل. ولكن اتحدث عن اصحاب المقاهي، اتحدث عن اصحاب المتاجر، اتحدث عن اصحاب يعني الدكاكين اللي كيخرجوا ثلاجات ودايرينهم في الشارع. مين غيدوز هذا السائق منين؟ مين غيدوز هذا السائق؟ مين غيدوز هذا السائق؟ راه واحد طامه كبرى، واحد النفسيه اكثر من انها كتكون مهزوزه بالنسبه للسائق. ونسيت عندنا نموذج من عندنا نموذج من الشوارع ديال مدينه الخميسات، عندنا نماذج من شوارع ديال مدينه الخميسات هي قدامكم. زائد نستضيف واقع اخر، كيوصل المغرب يقدر يقول لك اودي شي واحد ديني الحي حليم، اودي راه كنقدروا الظروف ونمشيو لحي حليم على ولا مولود عقا على ماذا. ولكن راك شفت راه كيكون الخوف، راه كيكون الخوف. اما الحاله ديال السائق ديالنا البقال اللي تعرض لاعتداء هذه اكثر من سنه ونصف او سنتين، راه ما يقدرش يشوفوا، ما حتى واحد فيكم الاخوان الصحفيين ولا الاخوان المواطنين يبغي هذه الحاله. هذا السيد الان عنده عهد مستديمه انه راه ما بقاش تيشتغل داخل الطاكسي. من غتشوفوا هذه الحاله ومن غيشوف السائق المهني هذه الحاله، واش ممكن انه يفكر انه يشتغل في الطاكسي؟ راه يفكر حتى هو يدير كروسي يولي بائع جائد، احسن ليه بكثير انه يشتغل سائق طاكسي في ذي الظروف ان هذا السائق المهني يشتغل بدون تغطيه صحيه، بدون سكن اقتصادي، بدون ضمان اجتماعي. ما عندوش تحل. نهار كيعيا ولا تيمرض راه كيهز يدي. اللهم ان كانت بعد الاعانات منا كجمعيه ومنا كاعضاء وكمنخرطين كتكون المساهمات بيناتنا باش انها يسد الرماق ديال القوت ديالو وديال وليداتو. اتحدث عن علامات تشوير. علامات تشوير تقريبا منعدمه في مدينه الخميسات. درنا بجموعه الطلبات بغض النظر اننا احنا اعضاء السير والجواله، اعضاء يس احنا اعضاء، كنمشيو بالمقترحات، كنمشيو للمقترحات لجنة السير والجواله. ولكن فينا هي خروج دوك القرارات الحيز التنفيذ، لدرجه اننا واحد الخطره طلبنا اليوم قلنا ولي الا كنا غنحضروا غير باش نشرعوا بلا ما بقاو نحضروا لهاد لجنة السير والجواله. مجموعه ديال المدارات ما فيهمش حق الاسباقيه، مجموعه من الشوارع ما فيهاش علامات قيف، مجموعه ديال الشوارع يعني حتى اللي كانت فيها شي علامات انها تحيدات. وكحنا قدمنا مجموعه ديال المقترحات، ولكن هذا المقترح نزيدكم في اطار علامات التشوير، نزيدكم في اطار علامات التشوير. بالله عليكم وبالله على هذا المجلس البلدي والمجلس الاقليمي والناس اللي خطط انها توسع المدار الحضاري، وغنبهكم بواحد النقطه وربما تتفقوا معايا جميع، اكيد وسعوا لنا المدار الحضاري، شيء جميل ان تكون مدينتنا كبيره وواسعه وداك الشيء، ولكن ما دارولناش من غيدور السائق ديال الطاكسي بتي تاكسي. على مستوى ديال الحمر نهايه المدار الحضاري كاينه قبل القواد المهدي، ضربتي قبل القواد المهدي شدوك البوليس، طلعتي الفوق باش تجيب الرومبا شدوك جدارميه، اعطيونا الحل. على مستوى قهوة الأميرة عندنا الحق أننا نوصلوا حتى لقهوة الأميرة، ولكن فينا هو الخط الفاصل فين غندوروا تما؟ وطالبناه مع العلم أن باش يفتحوا لنا خط لا يطلب لا ميزانية ولا حتى حاجة. ما هذه ثلاث سنين وحنا كنطلبوا أن يتفتح خط باش ندور أنا بشكل مريح، لحقاش لا قدر الله إلا دا إيا حنا كنغامروا كنمشيو لمقهى أميرة كنمشيو لهاد الاتجاه ديال مكناس، ولكن إلا وقعت الحادثة تما الشيفور ديال الطاكسي فوتي في 100% داير في خط متصل تجاوز المدار الحضاري. واش هاد المسؤولين ما فكروش انهم تاع عقل هذا الخط انهم يفتحوا؟ وطالبناه وكاين في المذكره الطلبيه اكثر من 3 سنوات، بل اكثر من ذلك جلسنا مع السيد العام مباشره وعطى الاوامر ديال السلطات المحليه والمجلس البلدي انه يلقاو الحل لهذه المعضله هذه، ولكن ما تنفذاتش راه مازال لحد الان. المهم باش ما نطولش بزاف، المهم باغي نديك يعني المقترحات ديال الجمعيه في هذا الخصوص فيما يخص التشوير الطرقي. راه كاينين مجموعه ديال المقترحات، كاين مجموعه ديال البالوعات دوك لي كانيفو، مجموعه ديال البالوعات اللي هما انهم تسرقوا او تحيدوا،
كاينين في هذا المستوى ديال السمر 4 كاين هنا فيها جزء القدس كنطلبوا انه يتصلحوا دوك البالوعات هذه اكثر منهم وربما من حسن الحظ باش ما نقولوش حنا راه ما كاين حتى حاجه هذا اللي كان يبو ديال شارع العلويين بالتهديد بالوقيف عاد انهم تصيب وكنت كلكم كتعرفوا كل كبره ولاد خميسات كتعرفوا هاد شارع العلويين هنايا ودوك البالوعات اللي كاين تما الا ما درتيش يعني الا ما خفتي السرعه لادنى المستويات ديالها راه يستحيل انك واش تدوز من تما كنمشي لجهه المحطه الطرقيه واش داك الفضاء ديال المحطه الطرقيه يشري في المدينه الفضاء كلشي مهرس كلشي مدقدق كلشي مسالي يعني لا يشرف الدخله ديال المدينه راه هي نقطه من النقط ديال الملف ديال الملف المطلب طالبنا بإضافه الكراسي تما شي خطره فاش كيكون شويه الاكتضاد على المحطه وداكشي المواطن سواء في الشتاء سواء في البرد خصو فين يجي المواطن ما لقاش طاكسي ولا شي حاجه خصو يرتاح ما كاينينش الكراسي كاينين جوج كراسي تما كاينين ولا ثلاثه زائد احتلالها بالبائع البائع الجائلين وكما كنقول ماشي حنا ضد البائع الجائلين ولكن على الاقل بالتنظيم ديالهم بالتنظيم ديالهم لدرجه ان كاين واحد كيبيع تما كاين صوصيط الله يحسنهم ولكن على الاقل يشوف شي بلاصه جاي حدا يعني المستوقفه ديال البتي طاكسي كاين تما كاين سميتو راه الاخوان اللي كيكونوا واقفين تما ما كيقدروش يوقفوا تما زائد المكان اللي كان بوينتو فيه يوميا كما كتعرفوا كاملين ان الطاكسي الصغير انها يعني كيتم التنقيط ديالها كل صباح في البيروت بوينتاج اللي في المحطه راه كاينه واحد الحفره تما كاين راه ما شاء الله حدا البوينتاج تما كاين طالبنا بالترقيع ديالها غير على الاقل الترقيع راه ما كاينش في اطار المذكره المطلبيه وللتذكير ان هذه المذكره المطلبيه تم رفعها لجميع الجهات المسؤوله الامن الوطني عملت اقليم خميسات المجلس الإقليمي والمجلس